تخلف عن الجمعة والعياذ بالله علامة نفاق، علامة نفاق. وللأسف الشديد الآن تجد كثير من الناس، كثير من المسلمين الآن يتخلفون عن الجمعة. يمكن يمر على الشخص شهر كامل ما يصلي إلا جمعة واحدة، ويصليها أيضا متأخرا، ربما يدرك الصلاة أو يأتي والخطيب على المنبر، وهذا بلاء، هذا بلاء. بعض هؤلاء الناس يعني يغفلون عن حقيقة وجودهم في هذه الدنيا. أنت في هذه الدنيا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أنت في هذه الدنيا خلقت لتؤدي دورا على مسرحها وفي أرضها، ثم تنتقل عن هذه الدنيا. أنت في هذه الدنيا قاعد على شفا جرف هار، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فهذا النوم والله لن ينفعك عند الله، وهذا الانشغال بهذا اللهو لن ينفعك عند الله، ينفعك عند الله جل وعلا، لن ينفعك عند الله جل وعلا. ولذلك واجب على المسلم أن يتنبه وأن يعلم بأن هذا حق الله عز وجل، فيبادر إليه ولا يتأخر عنه، ولا يتأخر عنه، خاصة هؤلاء الذين أنعم الله جل وعلا أمن في الأوطان وصحة في الأبدان ورزق وفير ولله الحمد، ومساجد مشيدة مبنية بأحسن طراز، وطرق آمنة، وسبل ميسرة للوصول إلى المساجد، ومع ذلك تجد هذا التقاعس وهذا التهاون. نسأل الله السلامة والعافية.